اوكي طب ليه احنا انترستد انه لما يكون ارتفاع مستوى السكر بالدم ليه ارتفاع مستوى السكر بالدم طب احنا شو بيهمنا ارتفاع السكر بالدم سوات so ليه بنعتبره ديزيز احنا لأن السكر السكر لازم يكون داخل الخلية نفسها مشان يستهلك للطاقة أو يخزن بال على شكل جلايكوجين بالجسم مش لازم يكون في إنه نسبة أعلى من نسبة محدودة بالسكر بالدم ليه اللي هي الألفاصل تكون 90 مثلا أنا فاهم بس يعني سوات سكر بالدم يعني شو المشكلة بالنسبة لنا؟ ذيس كان ليه توازن السكر بالدم بيختلف عند يعني ال الخواص اللي موجودة بالجسم أوكي احنا المشكلة مينلي مينلي هي ال اللي حتظهر فور ماي بيشنت نتيجه الهاي ليفل اوف جلوكوزم يعني نستوباثي ريتينوباثي هذول كلهم بالضبط باثي. اللي حيتاثر عنا احنا الاي والكدني mainly from this type of disease حيصير في عنا كمان death لل للاطراف الايدين والرجلين نتيجه الهاي ليفلز اوف شوجر being found بس هو كتعريفه انه انا في عندي ديزيز بيؤدي إلى هاي blood glucose levels. طيب شو الديزيز اللي خلالي إنه يصير في عندي أنا هاي blood glucose level؟ شو المرض؟ ممكن autoimmune disease. Uh, Nowadays I mean, this... still... في yes. من آه في من ريفرنسز بتحكي لنا إنه إحنا المرض تبعنا it is uh, could be considered as autoimmune disease for unknown reason. The immune system, تبعنا the insulin-producing cells or beta beta cells of Langerhans cells. Okay, but ببطل في عندي insulin. Okay, another problem كمان is sensitization. how to insulin, cells to do job, my insulin to uptake the glucose to be stored in the cells. Okay. بس it's assumed إنه autoimmune disease لكن إذا في عنا genetic factor في الموضوع ولا لا ما عنا genetic factor؟ أم بلا أكيد في في genetic factor بالضبط في عنا genetic factor يعني على الأغلب إنه اللي في عندهم history of diabetes على الأغلب إنه لازم حيكون في عندهم and for this reason المفروض إنه إحنا إن ننتبه لعاداتنا الغذائية ننتبه لصحتنا بحيث انه انا ما اسرع حدوث الديزيز ان ايرليير تايم اوكي بس الاتيولوجي الاساسي احنا عم نفترض انه اوتو اميون ديزيز لكن ات could بي ستارت بوينت it is unknown فور ذس فور ذس ديزيز اوكي as you all know كمان احنا في عنا نوعين من دايابيتس الجوفونال والادلت تايب اند زمان كان الجوفونال اللي هو بيصيب الاطفال Uh, شو مشكلته؟ كان الأطفال بيموتوا. But nowadays لأ في survival، uh, survival صار عمرهم يعني they can live, survive for a longer uh, or higher age. And this time the uh, juvenile type, type one, and I have to treat him the, the, the children with um, insulin directly. أما ال adult type، ال adult type اللي هو الأكثر شيوعا، uh, in which the disease ببلش بعمر متأخر. يمكن بنهاية الخمسين uh, and it respond for different types of treatment اللي هم uh, drugs and the insulin بالنهاية I have to give shots of insulin for my for my patient okay we have also what طيب مريض اللي عنده diabetes كيف أنا بشك حالي لا سمح الله إذا في واحد عنده diabetes ولا لا how can we know how can we know يا جماعة تيست بلاد جلوكوز لا بيفور ذات دكتور عم البوليز يعني البوليز الثلاثة بولي بوليوريا بولي لا صح بولي يوريا بولي فيجيا اند بولي ديبسيا مضبوط لما لما السيمتومز هاي تبلش الانسان تو بي انكريزد بالتالي احتمال يكون انا في عندي دايابيتس اوف كورس ما راح يختلف على البلاد جلوكوز تيست بس لكن these are the symptoms that will start with my patient and في عنا من السيمتومز كمان هز سميل ويل بي لايك اسيتون خلاص ام خلا لو الواحد صار معاكم ونتيجه ارتفاع الشج... الجلوكوز ان هز بلاد وغيب بالشارع واجا ناس بده يساعده حيف... حيفتكروا شو ماله ايش حيخطر في بالهم انه شارك كحول او بالضبط بالضبط فبدل بدل ما يجوا يساعدوه بيحكوا الله لا يردوا لانه سكران اوكي فاي هاف تو ديفرينشيت انه وات از ذا بروبلم اكزاكتلي اوف ماي بيشنت نتيجه سميل اوف اسيتون نتيجه الهاي هاي جلوكوز ان هيز ان هيز بلود اوكي بس احنا حفظناه طول عمرنا انه بولي يوريا بولي ديبسيا بولي فيجيا فور ذات بيشنت اند اوف كورس وي كان سي اولسو انه فجأة بنقص الوزن Okay الweight loss بيظهر for my patient فإحنا كمان بنشوك is my patient عنده كانسر ولا عنده uh, diabetes so I have to differentiate all of these symptoms بنحا تأكد from the disease by what by testing the glucose level in the, in the blood for my patient And you know we have a fasting uh, glucose plasma glucose test اللي أنا uh, range it has to be between 100 ميلي جرام per deciliter ل 125 ميلي It is inexpensive and fast and we have the oral glucose tolerance test and this time uh, the range would be higher from 140 to 200 milligram per deciliter uh, in general okay we عارفين إنه the glucose level can be controlled by the re the release of insulin in blood in order إنه أنا بعد الأكل بيرتفع الجلوكوز عالي جدا لكن إذا ال insulin working uh, right مباشرة levels of the sugar will تنخفض in blood in response for the إنسلين work. Okay, this is regarding my my compound. عادة normal resting uh, uh, plasma glucose concentration ما مت, تعرف علينا between 80 ل 100 milligram per deciliter. Okay, let's see. طيب إحنا عنا uh, نتحكم بالجلوكوز level in blood. ما عندي مشكلة الجلوكوز يكون متخزن بكميات كبيرة in 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 our body. انا بهمني انه هو يكون متخزن عند الخلايا اوكي okay, بس ما بدي اياه يكون وين؟ ان blood هون مشكلتنا I don't want to see it in in blood. فطيب طيب شو مصادر الجلوكوز إحنا for us مصادر الجلوكوز either from food إحنا احتمال نأخذ ال ال الجلوكوز نصح لنا يام from the food فبالتالي I have to reduce the glucose absorption إذا أنا عم باخذ كمية عالية من الجلوكوز from the gut and we can give compound they are called الفا جلوكوسيديز ان هيبيتور اوكي ذس از ا سورس انذر سورس كان كم فروم ماي فور فور جلوكوز ليفل تو بي انكريز اللي هو الليفر الليفر بتصنع لنا جلوكوز اوفر برودكشن اوكي اور سام الفات والمسل uh, اذا في عندهم ريزيستنس اجينست انسولين ما بيعملوا ابتيك فور فور ذا جلوكوز اوكي اند اذا كمان في عندي مشكله بالبنكرياس البيتا سيل فيها ديس فانكشن ما فيش عندي انا انسولين بالتالي this كمان can affect the glucose level in the, in the blood. فأنا في عندي أكثر من جهة I have to control in order I finally can control the levels of uh, sugar in the, in the blood. Okay. Okay. The diabetes type 2 حكينا يمكن اللي عمرهم فوق ال 40 it could appear for them and the obesity is a risk factor for them أحسن إشي إني أنا before أنا أعطي مريضي drug and treatment I have to أحكي له he has to control his diet ويسوي exercise وعادة هم أحسن الإنسان يبلش فيهم ما يبلش with the drugs يدخل في متاهة الأدوية أوكي okay. فقدر المستطاع يسوي حمية and good exercise to get rid of the diabetes واحتمال بالتالي he don't need the diabetic drug شو أنواع diabetic drug that we have to use either I can stimulate the release of insulin by pancreas

Uh, of the pancreas وهو عبارة عن 86 amino acid pro insulin okay, مكون من 2 chain chain A and B ال chain A عبارة عن 21 uh, amino acid B it is 30 and both of them they are being linked زي ما احنا شايفين by disulfide linkage okay chain A و chain B مربط مرتبطين بتنتين disulfide linkage وفي عندي bisulfide linkage على chain A لحالها أول شيء. من لما بتجمع chain A و B I will get different uh, uh, hexamers. the active form of my drug it is the monomer of the of the chain. يعني اللي بيصير له release in the blood it is the monomer هو اللي بسويلي action uh, for 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 the re-uptake of insulin by the, uh, the sorry re of glucose by the cells. خلينا نحكي شوي عن الريسبتر حنحاول نذكركم شوي احنا في الميكانزم اوف اكشن اوف انسولين فالانسولين ريسبتر هو عباره عن نوع تيروسين كينيز، اوكي okay. فالتيروسين كينيز شو بيساوي يعني هو عباره عن انزيم ترانسفير فوسفات جروب فروم اي تي بي للتيروسين ريزيديو اون انترا سيلر تارجت بروتين مجرد ما الانسولين يرتبط بالبيتا سب يونتس بصير لها فوسفوريليشن وبالتالي بصير اكتيفيشن فور ذا ريسبتر وبالتالي بصير في عنا بصير في عنا biological response اللي هو الـ re uptake of glucose by these types of of the cells. Nowadays طبعا as you know في عندي different synthetic insulin derivatives بالبدايات كانوا مشتقين from animal source and uh, some of them can produce allergy and احنا عم نحاول ندور على انسولين شبيه في الـ human insulin بمعنى اخر إحنا الـ human insulin بيصير له action مباشرة after taking the food طيب أنا لما بدي أعطي synthetic external source for insulin how can I give it for my patient؟ حفي عندي مشان هيك different formulation in the market okay I will have different formulation in order قدر المستطاع أكون شبيه في uh, في normal uh, insulin طيب uh, حكينا I will give it بناخده إحنا IV, IM إيش بناخد الإنسلين؟ subcutaneous 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 this is very important نحن احنا اكيد بالصيدليات معرضين لبيشنت حييجوا يطلبونا انسلين كمان عاده احنا الانسلين وين بنعطي الانجكشن؟ منطقه البطن بالابدومين تحت البطن او الفخذ بالضبط وكمان انا mainly when I give my patient this uh, this subQ injection دائما شو بنحكي للمريض regarding injection انه شو لازم يعطيها بنفس المكان always ولا لازم انا احاول اعمل rotation؟ لا لازم, لازم يعمل rotation عشان تصير hyper trophy lipid شيء زي هيك بالضبط انه ال اللي بفيه injection later on right. حيبطل في عندي good release for incident right. from that side فبالتالي بسوي rotation بيحدد تقريبا منطقه زي لها قطر معين دائري لها قطر معين كل مره بحاول اني اعمل انجكشن ان ذا سايت بحيث اني اتجنب يصير في عندي تشينج بالستركتشر اوف ذا سكين ات ذا سايت اوكي حبلش وذ فيرست تايب اوف انسولين ات از كولد ريجولار انسولين اند كل انواع الانسولين تختلف بالانسيت امتى ببلش الريليس اوف انسولين اند الديوريشن كم الفتره حتغطيني اوف انسولين مشان انا اضل الجلوكوز ليفل عندي اياه it is being controlled okay and the onset and the duration of insulin كمان controlled by absorption rate كم سرعة absorption of insulin from the uh, from the skin okay كمان uh, نزل بالزمنات ما إذا لساته موجود على الأغلب انسحب الإنسولين اللي هو intra صح؟ سمعتوا فيه؟ سمعنا فيه بس ما يعني ما ما استمر صح؟ ما استمر, ما استمر أو ما حتى <applause> ما نجح يمكن anyway حكينا the onset and the duration of insulin controlled by absorption rate the absorption rate of insulin from subq is is slow ليه لأن الإنسولين بت بي, يعني بتجه إنه يكون dimers rather than monomers okay وعادة إحنا بنحط زينك مشان يتكون على شكل هكسمر بحيث release can be controlled more the only one that can be absorbed هو المونومر and the dimer uh, uh, can be absorbed عادة بالريجلر ديسيسويشن ريت از سلو الاونس تظهر بعد نص ساعة والديوريشن حتغطي لي لمدة 12 ساعة. Okay, this is regarding the regular insulin. We have also what? We have the insulin lyspro or aspartate or glulysin, and this type of insulin, the lysine with the proline, exchanged at position the chain 28 and beta uh, beta or uh, B29, okay when we them the equilibrium will shift away from hexamer formation it will the rate of dissociation and the monomers with dimers and the monomers بالتالي the rate of absorption will be increased for this type of, of insulin we have also what is called uh, uh, insulin aspart okay the insulin aspart this time the aspartate is substituted from a proline at uh, uh, amino acid على الـ chain موقع uh, uh, 28. بالتالي كمان مرة حيصير في عندي أنا shifting، سوري، حيصير في عندي shifting للـ equilibrium from hexamers to tomonomers. اوكي؟ okay, ليه؟ مشان الـ rate of absorption يكون أسرع. شايفين إحنا في عندنا إياه RDNA origin to make it more humanized type of insulin. We have the insulin lysine The lysine substituted by for, for asparagine B3. And the glutamate is substituted with the lysine على B3. 29. نفس الشيء، we will shift ال الـ 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 equilibrium from hexamers to monomers. بالتالي, absorption will be increased for these compound. We have insulin glargine. بال insulin glargine، عادةً بال insulin، لما بدنا نعمل synthetic uh, insulin، التعديل بيكون على chain B. Okay? لأنه إذا سوينا تعديل على chain A، uh, it will not be effective. This time, بس بحالة ال insulin glargine، we modified chain A على position number 21, شلنا sen الأسفرجين and we put a glycine. Okay, we put a glycine and by doing that التعديل على chain A, حصلنا a long acting delay onset insulin and it has a flat plasma uh, level uh, profile. Okay, فبالتالي release of insulin حيكون constant بغطي لمدة 24 hours. The solution is clear لكن it will not be given for Uh, for uh, IV injection. Okay, it is called or lantus, as you know. كمان احنا بنعرف انه في عندي كمان different زي ال uh, زي neutral protamine insulin او it is called the insulin suspension and when I say iso, man, I the same and the same appearance and هون نتحكم بالparticle size of the, uh, of the preparation and كمان مرة it is not for IV injection. المقصود فيها إنه I derived it from protamine zinc, uh, zinc insulin compound and the protein, protein هو عبارة عن basic protein and this one will give me a stable uh, crystals that can be mixed with regular insulin. كيف هو شكل يعني أحد الأشكال الدوائية إحنا لاعبين بالpreparation صحيح the active ingredient هو insulin بس in order I can really, uh, control the the release of them. We have an insulin zinc suspension, okay, and these are for the length, simulant, and ultralent. The particle size, simulant, particle size around 2 micrometer uh, and we have a low concentration uh, of zinc is being used. The ultralent is particle size, it could be increased to 10 to 40. It contains a high concentration of zinc, a عبارة عن simulant مع ultra lint in a certain percentage. And they are telling us that lint and the NPH upper, they are not compatible, لأن the buffers being used they are different, احتمال إذا استخدمناهم with each other, uh, they will precipitate each other. بالتالي, بدي أنتبه كمان, لما أنا استخدم different types of, of uh, insulin or injection, ما أجرب أني أخلط نوعين, they could be incompatible with each other during the, the treatment. We have also what? We have a, a classification for the insulin activity in general. We have a uh, quick-acting, uh, quick they like lispro, which five to fifteen minutes, We is four Short-acting, they're regular, within thirty minutes, stands for eight hours. intermediate-acting, like will They can reach the twenty-four hour in their acting, and we have long-acting, they're like ultra -length. الجلارجين ببلش after one to two hours ويستمر up to 24 hour. We can mix what? We can mix the NPH مع ال regular and بالتالي شو استفيد؟ ال regular بعطيني action خلال 30 minutes and the activity from NPH could last for 24 hour. Okay? بالتالي it's it's good اني I mean, sometimes I can make this mixture بس لازم انتبه انه solution مش لازم تتداخل with each other to cause precipitation for my for my drink. we have uh, other types of hormonal treatment. we, have, we can depend on any creatine and glp-1. in creatines are a group of, of gi hormone that cause an increase in the amount of insulin released from the beta cells. from a release of what of l insulin. from now, glucagon release from the alpha cells. okay. we have what is called chemic glucagon-like peptide and gastric inhibitory peptide are candidate molecules that are any mimics okay but any creatines like like peptide and gastric inhibitory peptides okay but these compound could be directly inactivated by enzymes it's called dipeptidyl peptidase uh, 4 enzyme i have an extendate and a little glutide both of them they they are GLP-1 drugs being found in the market بنعطيهم الستاجليبتين مشان أمنع البريك داون اوف ذيز compound. واضح يا جماعه اوكي okay. this is could be كمان good source for treatment as well مش شرط اني آخذ كيميكال كومباوند ولكن أحاول أصنع مركبات شبيهه بالانكريتينز and they are being found حسب ما سمعت أنهم موجودين بالماركت nowadays now we'll talk about the oral hypoglycemic compound of different uh, sources and we start with the sulfonylurea urea derivative Sulfonylurea urea derivative and this compound when it's in home they contain sulfone, phone in their structure yeah. out for urea. exactly i have cell and the urea in my structure and This moiety أو السلفون السلفونايل يوريا make my drug is very water soluble. Okay, في عندي أسيدك أمين and oxygen atom for good hydrogen bonding. The lipophilic part اللي هم ال R1 and R2. Okay, lipophilic هو R1 and R2 and مين بتحكم بالpotency metabolism duration and route of elimination هي R1 and R2 حسب شو ركبت أنا R groups. بس بالنتيجة مركباتي حتكون Ionized بلو حتكون Lipophilic This is good And شو خصائصهم؟ They are weak acids بالPKA around 5 to 6 With sulfonylurea drugs we have two generation عادت and a second generation to become more Lipophilic than the first generation Then mechanism of action They stimulate the secretion of insulin from the functioning beta cells of the in, intact pancreas بالتالي البنكرياس لازم يكون شغال in order my drug can, uh, can work السلفونايل يوريا أي أدوية كنا نعطي فيها precaution regarding الالرج والسنسيتيفيتي reaction تنطبق كمان نفس الشيء على diabetic drug اللي هم these كومباوند ماشي الحال فاللي عنده أليرجي للسلفوناميد للcarbonic anhydrase inhibitor اللي هم الدايوريتكس نفس الشي حينطبق بالنسبة للديabetic drug اللي هم فيهم سلفونايل يوريا not being allowed to be given for this population اوكي okay. كمان مرة R1 regarding my drug it has to be lipophilic عاده شو بدها تكون بدها تكون aromatic ring بجنب sulfoxide group and of most of my drug they contain phenyl ring okay this phenyl ring بفضل انها تكون para substituted مع ايش مثل amino acetyl chloro bromo مثال and trifluoromethyl كلهم حيخلوا الhypoglycemic activity will be increased okay إذا حطينا part of substitution أكبر أنا هيك حتى جه لل second generation rather than the first generation. ال R2 ال R2 الناحية اللي مرتبطة مع النيتروجين مش مع السلفون. This one كمان مرة it has to be lipophilic لكن السايز size اللي بدي أحطه as a substitution شوي limited ف ال N methyl is inactive, N in ethyl has low activity and بالتالي

and all of them they have to contain what? para substitution. فأول وحدة على الشمال فيها methyl، اللي بعديها chlor، اللي بعديها كمان مرة رجعنا methyl، and the final one it contain an, um, an, ال, uh, a keto or a carbonyl system. Okay. طيب، R2 حكينا الـ R2 it will contain alkyl substitution, uh, simple alkyl substitution, as you can see. لكن كمان the cyclic structure حتى لو كان bulk, tolsamide and thisoxamide, If I have cyclic structure command, my drug will be an active a drug as, as well. Okay. The you have to tell chloropropamide, LR2 substitution is an alkyl side chain. It could be oxidized with omega or omega minus one metabolism. Okay. These are the first generation. Regarding uh, my drug, metabolism, they will lead to formation of an odor under uh, acidic condition as well. Second generation, خلينا نشوفه once again. Second generation نفس الشيء. I have sulfonamide. I have R1. حكينا حلقة فينيل. عنا فينيل. This فينيل لأن صرنا second generation بحط بالبارا بوزيشن بحطش كلور ومثل بحط بالكير substitution كمان. بصير البارا substitution حجمه أكبر. Okay, مشان هيك حكينا they become more lipophilic. And R2 اللي بجنب النيتروجين حافظنا أنها تكون عبارة عن Cyclohexyl and في حال غليبرويد it is كمان para substituted. okay these are the second generation glyburide and glipride and glipizide. these are the second generation of the sulfonylurea. لأنهم صاروا bigger صار في عندي لهم biliary excretion. and these compounds are effective well known كمان compound being found in the in the market. طيب شو الميكانيزم of their action؟ أنا كنت كاتبتها أكثر من مرة regarding their mechanism and we have different references بيكتبوا لنا different proposed mechanism as well. Okay؟ بحكوا لنا sulfonyl sulfonylurea بيزيد الـ release through binding the receptors on the beta cells membrane بالتالي بيحسنوا لنا الـ passive efflux of potassium from the cell, the potassium channel تجاوب the لل the ATP ADP ratio and close when the ratio increase. Okay. Binding the sulfonyl urea للريسبتر بسكر البوتاسيوم channel بيفتح لنا الكالسيوم channel. لما بزداد عندنا الكالسيوم بالسيتوبلازم بحفز لنا السيستم in order بصير في عندنا secretion for the uh, for the insulin. Okay. يمكن بالسلايد هون عندكم اوضح once again my sulfonyl urea they will bind to their effector receptor. لما برتبطوا

We have another group of a drug. They are called the theazoline thia, dion's compound, theazolidines dion's compound, and if you have ring, it has okay? They contain diketo di in their structure. And this well-known drug. I have three drugs in this category. I have the bioglitazone and the rosiglitazone, and another third drug. But i will not This is a class. Uh, um, سببت لنا some risks of heart failure from using these compounds بالتالي they are being found لكن with a precaution okay they are being found with a different precaution for my uh, patients كمان مرة الرزيغلتازون uh, البيوغلتازون uh, and التروغلتازون all of these drugs are being found and بعرفش مين فيهم انسحب بس uh, the oldest one فيهم كان اسمه البيوغلتازون او الاكتوس as as a drug

Urea, and I can give them for overweight pa uh, patient as uh, as well. Okay. is at home. They are slow to act. They have many side effects. water retention, unrecognized heart failure. This is very uh, dangerous. Glitazone, it leads to liver failure as well. Okay. So they have many side effects. Vitaly, I have to make good decision before I use anyone one of them. اوكي okay. هذا التنبيه اللي نزلته uh, ال FDA regarding the side effect of the use of this compound اوكي okay. شايفين في مكتوب عنا احنا increased risk of myocardial ischemia associated with the use of this compound البسيجوانيد بسيجوانيد من اسمهم غواني غوانيدين مكرره مرتين The classical example عليها اللي هو الدواء اللي احنا بنسميه Metformin أو الكبار شو بسمونا إياه؟ شو بسموه؟ لما بيجونا على الصدريات شو بسموه؟ السكري بالضبط مساعد السكري بعطوه بلقى... بلقى... اسم خفيف إنه مساعدة مساعد السكري لأنه موست التايم تايم بنصرف الناس اللي بيكون عندهم الشوجر ليفل على البوردر لاين مش واضح عندهم الديابيتس بشكل قوي ولكن مشان يساعدوهم تو جيت ريد أوف ذا دراج. This drug can be used for what also كمان؟ Weight loss Weight loss بالضبط <applause>

<laughs> okay. The most popular one in this class is metformin, Met -met methyl, okay. We have l and l All of these, they are by guanine, drug belonging to this A class, okay. The but, 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 mechanism of action is not well understood, and they do not affect the output of insulin. In general, and they can be used both for type one and type two. And should we an action to home. Should we an action to home. They can suppress hepatic gluconeogenesis. And type two diabetes have three times normal rate of glucogenesis gluc uh, so uh, uh, Type two. Oh, okay, exactly. Okay. Type two glucogen uh, is is higher. And بالتالي my drug will cut a third of that the insulin sensitivity that is that fatty acid oxidation and the absorption of glucose in the GI tract both of them will be less مشان ما سيرش عندي free glucose in the uh, in the blood okay uh, it is a well known popular drug in USA حتى كمان في بلادنا that is very uh, prescribed بزبط للناس اللي عندهم overweight, heart problem بيأثروش على الكيدني كمان as Uh, as well, okay? but I have to take care of message lactic acidosis not using with these compounds for, for my uh, for my patient. Most of the time diarrhea, cramp and nausea and amhyal absorption of glucose from the GI tract the glucose in the intestine, it this can lead to diarrhea and nausea symptoms can, can be seen for my patient. okay. بضل عندي انا الالفا جلوكوس سيديز انهبيتر الفا جلوكوس سيديز انهبيتر احنا عاده يا جماعه بناخذ شوجر شو الشوجر اللي بنتناوله احنا سكر بنشربه نا... بناكله كومبلكس دكتور اتس مونو سكرايد داي مشان يصير له ابزور لازم تكسر لايش لا فركتوز <تكتوري> جلوكوز <تكتوري> مشان هاني... بالضبط مشان يصير له ابزور شو لازم تو بي بروكن داون فالفكره از فيري سمبل الفكره كالاتي انه انا بدي امنع تكسير البوليسكاريد او الدايسكاريد لمونو سكرايد اذا منعت تكسيرهم ما راح يصير لهم ابزوربشن واذا منعت الابزوربشن بالتالي انا في عندي ارتفاع بالشوجر ليفل ان ذا بلاد اوكي هاي فكرتي الألفا جلوكوزايديز ان هيبيتر فهم عباره عن اي هاف ان انزيم اسمه ألفا جلوكوزايديز ذس انزيم بكسر المور كومبلكس سكرايد بالانتستين اوكي لا سينجل سكر او مونوساكرايد اوكي بالتالي بيصير الابزوربشن منعنا تكسيره بالتالي في الشيء عندي انا شوغر ان بلاد اذا ما صار في ابزوربشن للسكرايد وضل السكرايد ان ذا بلاد حيصير عندنا ايش حيصير في عندنا كولونيك ديستريس حيصير في عندي دياريا فلاتولنس عندي كرامبنج لانه وجود السكر بالانتستن حيسحب الفلويد باتجاهه بالتالي دس كان ليد للكرامبس اند الدياريا سين فور ماي for my patient. This one يمكن يكون safer than metformin إنه بمنع تكسير السكر بالتالي poorer absorption for that compound. I have الأكرابوز الميغليتول can be used for uh, for uh, my patient حتى الفوغليبوز كمان all of these they are a glucosidases inhibitor preventing the metabolism of the of the sugar. Okay. بمنع الأبزوربشن of the starch table sugar and بالتالي uh, I will not have a high rate of uh, a high level of sugar in the blood despite حتى لو أنا ما أكل كميات فيها سكر عالية يعني بزبط لنا في رمضان بعد الفطور this one okay this is just a مقارنة between acrobose and miglitol both of them will reduce postprandial hyperglycemia and glucosidase hydrolase hydrolases enzyme I can take them at the beginning of the meal and of course the GI side effects حتظهر زي الدياريا الافيكاسي متفاوتة بيناتهم لكن النت ريزولت از از ا سيميلر اوكي بس نحكي وان ثينج يا جماعة وان ثينج اتس نايس تو نو شفنا بالبداية لما حكينا عن ادويتنا كليتها حكينا يا جماعة انا اذا نقص عندي ليفل اوف ذا شوجر ان ذا بلاد الجسم بيحاول يعوض يعني اذا انا ما external اكسترنال سورس الجسم بيعمل لي ريليس او تصنيع فروم uh, uh, from the liver, okay? فبالتالي I have إنه يكون البالانس عندي between the intake the intake لأنه إذا ما كانش الانتيك منيح the body will produce it by by his own okay and if the body couldn't produce I have to compensate أعوض عنه by the external intake for that glucose الصورة بالنسبة للسكر مش سيئة زي زي الدهون okay هناك لما نأخذ الانتي هايبر اللي بدناك دراج if I didn't take external source okay the body will compensate very fast هون لا يعني بالعكس بالنسبه لنا حتى لو جسم عوض الصوره ما راح تكون سيئه زي hyperlipidemic دراج اس ويل well, اوكي okay? فمش بس انا لازم اعمل حميه بدي اعرف انه جسمي كمان its its production of glucose from from liver through gluconeogenesis is not very high انه الانسولين كمان

نعمل دايت ا جود افكتيف دايت ونعمل كات داون ل للشوجر اند اوف كورس الاكسرسايز exercise هو احسن شيء مشان يخلي الجسم to مو تو بيكام مور فيت للخلايا از از بيتر في اي سؤال يا جماعه للان واضحه الامور تمام <applause> دكتور يعطيكم العافيه